عباقرة المدارس الموسم ال 14 ومباراة مهمة في دور الثمانية. والنتيجة الرافعي طنطا الغربية 140، النصر اي بي اس الشاطبي اسكندرية 80. ودلوقتي مع الفقرة الأخيرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة. وأول سؤال جلال، تفضل يا جلال. جلال محمد، والسؤال الأول لمدرسة النصر، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا جلال، تفضل. شكرا يا جلال، تفضل مكانك. جوكر، تمام. تحبوا تتسألوا فيه؟ قدرات إن شاء الله. قدرات ذهنية، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين؟ تلاتين. دوس على البازر. 15 ثانية، محدش يستعجل، خلي بالكم. 140 و30 170، المباراة تتحسم. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 14 في 15 على 6 في 8 يساوي كام؟ 14 في 15 على 6 في 8 يساوي كام؟ سيف، إجابتك. 280. 280 إجابة صحيحة. برافو يا سيف، السؤال ما كانش سهل. 30 نقطة. 110 النصر اسكندرية، 140 الرفعي الغربية. السؤال الثاني يحيى هشام، تفضل يا يحيى. يحيى هشام، والسؤال الثاني وهنشوف موضوع السؤال ايه. رياضة، سؤال في الرياضة. يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30؟ 20. 20 نقطة، تمام. رياضة، والسؤال هو ما هو النادي الوحيد الذي فاز مرتين بركلات الترجيح في المباريات النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2023؟ عشر ثواني. أول موسم كان 1983-84. 83-84؟ ده أول مرة. تاني مرة مش هقول لك. ليفربول. إجابة صحيحة. أصل أنا لو قلت لك تاني مرة كان موسم 2004-2005 لما كسب ميلان بعد المنتدى تاريخية. 20 نقطة، النتيجة 160 الرفعي، 110 النصر اسكندرية. لو ما خدتوش الجوكر، لو ما خدتوش الجوكر يبقى مدرسة الرفعي إلى المربع الذهبي، ولكن ما تاخدوا الجوكر. لا لا لا. ليه لا؟ لا لا. نستنى ونشوف. ماشي. السؤال الثالث، زياد مصطفى، تفضل يا زياد. زياد مصطفى، وهنشوف زياد والسؤال موضوع ايه. فنون، سؤال بعشرين نقطة. فنون، والسؤال هو فنانة أردنية قامت بدور مريم في مسلسل ريفو، فمن هي؟ تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، بطولة أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، وسارة عبد الرحمن. مين بقى؟ ركين سعد. ركين سعد بعشرين نقطة، إجابة صحيحة. نتيجة 130 النصر اسكندرية، 160 الرفعي طنطا. طبعا هتاخدوا جوكر. لا لا لا، خلي في منافسة. لا افسد البازر. بصوا بقى، بصوا بقى، ان اي بي اس النصر وصلت لاخر سؤال واجبرت مدرسة الرفعي ان هما ما ياخدوش الجوكر،
أنا بالنسبة لي ده مكسب عظيم. الرفعي كسبته ولكن النصر أحرجتكم، هي دي الحقيقة. هم مدرسة مجتهدة جدا وأدوا أداء جميل جدا في ماتش النهاردة، هم يستحقوا الوصول للمكان اللي هم فيها دي، وبالعكس يعني ده نبني عليه للي جاي، وإن شاء الله يرجعوا يبقوا يأدوا أداء أحسن من كده كمان. صراحة هم أبهروني بصراحة. بصوا لسه بعرفين حاجة، إن الرفعي مرشحة لبطل الموسم ده من أول مباراة. عندناش مشكلة كنا نلعب بأي حد في البطولة. ما بالظبط كده، فأنت لعبت مع حد مرشح للبطولة، فعشان كده بقول لك أداءكم النهاردة مشرف. منك. طبعا الرفعي برافو عليكم، لعبتوا مباراة قوية، عرفتوا تصمدوا قصاد الطموح، قصاد الحصان الأسود للبطولة، هما دول الحصان الأسود للبطولة فعلا، عرفتوا تصمدوا قصادهم وحافظتوا على التقدم وتأهلتوا للمربع الذهبي. ألف ألف مبروك عليكم. آخر سؤال يوسف، تفضل يا يوسف، يوسف الفوال. السؤال الأخير وهنشوف موضوع السؤال إيه. علم، سؤال في العلم، جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. عشرين نقطة. افصل البصر. طب تطوير المدارس. أي حاجة يا كرولس. علم، والسؤال هو أدب، من هو الأديب اللاتيني مؤلف رواية ليل تشيلي؟ By night in Chile. اتنشرت سنة 2000 وترجمت للعربية في 2014. بيوثق للمجتمع في تشيلي في النصف الثاني من القرن العشرين وصراع السلطة والدين والثقافة. غلط. والانقلاب على الديمقراطية. مبدئياً الإجابة غلط. والإطاحة بسلفادور ألاندي. طب لو الإجابة غلط ما تسيب كرولوس يحاول. إجابتك؟ جابرييل غارسيا ماركس. ماركيز كولومبي أصلا. مروان طبعاً إجابة خاطئة. هرجع لك تاني يا كرولوس، هرجع لك تاني. السؤال ده صعب. ده أديب من تشيلي. بابلو نيرودا. نفس إجابتك؟ مش بابلو نيرودا طبعا، هو من تشيلي ولكن إجابة خاطئة. هرجع لك. أنا ما عنديش إجابة محددة، بس أنا قلت لهم مش ماركيز بس لأنه قال تشيلي. إجابتك إيه؟ أنا كنت أقول ماريو بينيديتي بس غلط. غلط. هي مناسبة إن إحنا نرشح لكم رواية حلوة، الإجابة مش موجودة عندكم أنتوا الثمانية، ولكن هي رواية مهمة لروبرتو بولانيو. سؤال كان صعب، المباراة حسمت وبكده النتيجة 160 الرفعي طنطا الغربية، 130 النصر اي بي اس الشاطبي اسكندرية. افضل لاعب في ماتش النهاردة كرولوس فيكتور ب 115 نقطة. برافو عليك، تألقت يا كرولوس. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي في حلقة 290 نقطة، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 2,900,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 27,035,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. إي بي إس هنفتقدكم في المربع الذهبي، ولكن أنتوا عملتوا موسم جميل جدا، وإحنا فخورين ومبسوطين بإن أنتوا كنتوا معانا في الموسم الـ 14. شد حيلكم وارجعوا تاني ان شاء الله. تحيه كلنا مدرسة النصر الشاطبي باسكندريه. الرفعي هشوفكم في المربع الذهبي، خطوه جديده نحو تحقيق الحلم ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء وحلقه جديده مع العباقره. هذا البرنامج برعايه